ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده على مين اغنى الابراج المتواجده خلال شهر سبتمبر لعام 2022، يعني مين اكتر الابراج اللي هيكون عندها دخل اضافي او دخل ازيد او الوضع المالي عندهم بتحسن. خلينا كده نتكلم على كل برج، مع ان في نقطه كتير مهمه، مع ان الابراج اللي انا هتكلم عنها النهارده دي في عندهم بعض المعاناه في امور مختلفه غير الامور الماليه مثلا. طيب خلينا نبدأ بأول الأبراج. احنا هنتكلم على 7 أبراج ومهمين جدا، وأوضح لكم إن هم أغنى الأبراج في إيه، وعندهم نوعية المصاريف في إيه، والفلوس جاية منين، والجو ده كله. طيب نبدأ بيه. أول برج هو برج الميزان. برج الميزان ناتج الأمر عن شأن مهني، يعني بالنسبة لك، لأن عندك أولا إرادة عالية جدا جدا، وعندك أشخاص داعمين لك بعروض مهنية، ويكون عندك كتير صلابة في القوة إنك تصل لأهدافك، إنك تحقق، وبالتالي هيكون عندك نجاح مهني رائع، هيكون عندك استقرار في الشأن المهني، أو نجاح إن أنت بتعرف إزاي تكسب، إزاي تصل إلى القوة، فبالتالي كل ده بيصب على عوامل مالية. فإذا عروض مهنية، أجواء مهنية لطيفة، النجاح المهني اللي هيساوي بالنسبة لك دخل جيد، زائد كمان انك هتكون في نوع ما من الهدايا، او حد بيهديك بحاجة، او ليك مال عند حد بتسترده، فكل ده بيصب في الاخر ان انت عندك اضافة مالية او وضع مالي جيد، برغم كمية المصاريف الكتيرة اللي هتكون متواجدة عندك، الا ان سواء انك تبقى عندك القدرة على سداد ديونك ومصاريفك وامورك المالية، فده يساوي انك انت تكون من اغنى الابراج. كوكب عطارد موجود عندك، وده بيخليك ان انت تنجح مهنيا، وانك تكون صلب في انك انت تكون مميز، وانك تحصل على كمية عروض افضل، وتنجح في تحقيق مكسب مالي متعلق بشأن مهني. ده أول جزئية، وعلى فكرة ده هيكون سبب عداءات ليك، وسبب إن أشخاص حقودين شايفين إن أنت إيه، هو أنت عمال تاخد تاخد تاخد، فخلي بالكم كتير. أما البرج الآخر هو برج الأسد، يعتبر من أغنى الأبراج. الأسد والميزان يعتبروا القمة في المكسب في الشأن المالي، لأن برج الأسد هيكون عندك تعاملات مالية عديدة أكثرها متعلق بشأن قانوني أو قضائي، يعني عندك مكسب جايلك من خلال أمر قانوني أو قضائي. بمعنى إذا كان عندك قضية ما، عندك حاجة متعلقة بحقوق معينة، فيكون عندك الحصول عليها. بالنسبة لك كمان النقطة التانية إن هيكون عندك في عرض مهني جديد، في تعامل مهني جديد، وده هيصب ليك إن في دخل كويس. الامور الماليه بالنسبه لك في اجراءات بنكيه، اجراءات ضريبيه، اجراءات هتبقى مسانده ليك، هتبقى مسانده ليك، بمعنى ان هيكون عندنا ان في عده افراح متعلقه ب ان عندك عروض مهنيه هتجيلك، وعلى فكره عندك بالفعل طاقه حلوه كتير، ان انا عايز اكسب، ان انا عايز اطور، ان انا عايز ابقى منسق للاداره الماليه بتاع، يعني عندك اداره ماليه، عارف فكرة ان انت تنظم اولوياتك المالية، بالظبط ده اللي عندك جدا. زائد انك معرض لمكافأة، ممكن يكون الشغل بتاعك عامل لك مكافأة مالية برج الاسد، فده هيخليك ان انت يبقى في استقرار في الشأن المالي، تنظيم الاولويات المالية بالنسبة لك ده هيعدل لك الميزانية بتاعتك جدا، فبالتالي هتحس ان في وفرة مالية متواجدة عندك. فده بالنسبة لبرج الاسد، وده برضه سبب من اسباب الاعين المتواجدة حواليك. اما البرج اللي بعد كده هو برج الجوزاء. برج الجوزاء هيكون عندك كتير برضو من الحصول على بدايات مهنية، عروض مهنية قوية جدا، ده هيزيد دخلك. العروض المهنية او البدايات المهنية هتزيد دخلك، في اتفاقات على شراكات مهنية هتبقى قوية بالنسبة لك، في دعم في الامور المالية، وده هيبقى دعم في الامور المهنية، وده هيبقى بيأثر على الشأن المالي. بالنسبة لك عندك حاجة متعلقة بأمور قانونية أو قضائية، ولكن أنت بالنسبة لك هتكسب فيها، فبالتالي هيكون عندك انتصار في أمر قانوني أو قضائي، أو حاجة تخص ممتلكات أو أموال بمبلغ كبير، فهيكون بالنسبة لك أنت اللي عندك الوضع أنجح أو أحسن، وده هيأثر كتير على أن أنت تحس أن في وفرة مالية، هتحس أن في أجواء مالية أفضل أو أحسن، فبالنسبة لك ده الشأن المهم يا برج الجوزاء، أن هيكون فيه دخل مالي إضافي أو تحسن في الأمور المالية، خاصة من شأن مهني وأمور قانونية وأمور قضائية. تمام؟ فده بالنسبة لبرج الجوزاء.
اما بعد كده برج العذراء. برج العذراء انت بالنسبه لك هيكون عندك اي نعم مصاريف كتير قوي 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 قوي، وعشان عندك مصاريف كتير انت بقيت رقم 4. لكن لان عندك فعليا مصرف جدا، هتبقى عندك كتير احتياجات ومتطلبات والخ، وده هيبقى بيأثر كتير على عملية الصرف. فبالتالي ان في فلوس جاية لك حلوة، في مكسب حلو، بس الفلوس اللي بتطلع فمش هتحس بالوفر قوي. ولكن كونك انك تقدر انك تسد احتياجاتك بشكل متزايد، يعني بشكل حلو وبشكل مرضي قوي قوي قوي، اللي هو انا مش مقصر في عمليات الصرف، فده هيبقى بالنسبه لك مكسب اضافي، او هيبقى بالنسبه لك شأن مالي جيد، فتعتبر من اغنى الابراج، لان عندك سداد لاحتياجاتك وسداد لديونك وسداد لكل ما تريده. بالعكس عندك اضافه، يعني بتصرف كمان في حاجات زياده صرف. فده بالنسبة لك يا برج العذراء شكل الوضع، يعني تعتبر من أغنى الأبراج، لأن عندك سداد ديون وسداد احتياجات وإلخ. زائد كمان على فكرة في حاجة تانية، إن هيكون عندك دعم من أشخاص، يعني ممكن يكون عندك أشخاص بيدعموك في الأمور المالية، زي إن ممكن يكون عندك احتياجات أو في حد يقولك طب خليها عليا المرة دي، فعارف الجو ده، فعندك ده جدا يعني يا برج العذراء. في كمان حاجة زي ما قلت لكم متعلقة بأمور قانونية أو قضائية، يعني لو أنت ليك فلوس عند أمر قانوني أو قضائي هتجيلك. برج الثور. برج الثور بالنسبة لك تعتبر من أغنى الأبراج، لأن عندك بدايات مهنية وعندك كتير من تصليح أمور مهنية، يعني عندك بعض المشاريع اللي أنت أهملتها أو قرار مهني أنت استوقفته، فأنت بالنسبة لك هيكون عندك استكمال إنك أنت بتكمل إجراءات مهنية، بتحاول إعادة النظر في أمور مهنية، بتحاول كتير إن أنت تعمل مشروع، إن أنت تعمل إضافة، إن أنت يبقى في شراكة جيدة في الوضع المهني، فكل ده أنت بتسعى إليه وهيكون بنجاح قوي جدا. يعني بتقدر إن أنت تنجح في الشأن المهني لأن أنت عندك استحضار أقوى وذهنك أقوى وإرادة أقوى وعندك بدايات مهنية وده وتصليح أخطاء مهنية، وده في كلتا الأحوال بيساوي بالنسبة لك مكسب، بيساوي بالنسبة لك إضافة مالية، يعني التحسن ده بيصب في الأمور المالية. كمان هيكون عندك استرجاع حقوق لعمل سابق، يعني عندك عمل قديم أنت ما خدتش مثلا منه حقوقك، لا هيبقى فيه استكمال حقوقك، أو إن أنت بتحصل على الحقوق الخاصة بتاعتك يا برج الثور. فده بالنسبة لي برج الثور، وإنك أنت تعتبر من ضمن أغنى الأبراج، تعتبر أنت البرج الخامس في هذا الأمر. اما بعد كده برج الحمل. برج الحمل اقدر اقول لك ان عندك كتير من الشراكات المهنيه اللي هتكون ناجحه، العمل الجماعي اللي هيساوي مكسب، فاذا عندك في عروض مهنيه من قبل اشخاص بالنسبه لك هتساوي مكسب، شراكات مهنيه مكسب، عمل جماعي مكسب، افكار تعرض لك من خلال اشخاص هيساوي مكسب. على فكره خلال الشهر ده برج الحمل يمكن يكون عندك انك ممكن تشتغل شغال في حاجة، تشتغل في حاجة إضافية، تشتغل في حاجة أخرى، عروض مهنية أخرى تيجي ليك، فبالنسبة لك عندك ده جدا يا برج الحمل. فإذا في أجواء مهنية جديدة تدخل في أمورك، وده هيساوي بالنسبة لك دخل إضافي، برغم إنه كمية مصاريف خلال هذا الشهر لأصحاب برج الحمل، ولكن في خلال المصاريف دي يعني الوضع عندك مصاريف قوية، لكن في مال قادم. لو عندك حاجة بتشتغل فيها ليها علاقة بالاستثمار، ليها علاقة بالعقارات، فبالنسبة لك هيبقى مكسب قوي جدا، لأن في عملية بيع أو شراء هتساوي مكسب ليكم يا برج الحمل. في مكافأة كمان معرضين ليها، ودي هتكون برضو مكسب مالي، أو تعتبر إنها تخليكم إن أنتم من أغنى الأبراج. اما البرج الاخير هو برج السرطان، وهو ده اللي جايب لك الكافية، برج السرطان والطمع. اشخاص كتير طمعانين في امورك المالية، عندك حصول على ميراث، حصول على ممتلكات، حصول على امور قانونية او قضائية مثلا تخص مال او ممتلكات، برضو فيها انتصار ليكم جدا. بالنسبة لك النقطة دي مهمة اوي يا برج السرطان، لان عندك في استقرار في الشأن المالي، برغم ان ممكن يكون عندك ان انت عايز تشارك حاجة او تعمل او تشتري حاجة كبيرة بمبلغ كبير،
وبالنسبة لك بالفعل هتكون قادر على ده جدا إذا سعيت. بالنسبة لك هيكون عندك وضع مالي جيد، هيبقى فيه تحسن في الشأن المالي، هيبقى عندك حسبة مالية جيدة، هتبقى قادر على المحافظة على مالك وممتلكاتك، هتقدر تحافظ على مالك وممتلكاتك من المطمع اللي حواليها، وهيكون عندك الحصول على حقوقك المتكاملة خلال هذا الشهر، وده هيبقى بيأثر كتير على إن أنت تكون من أغنى الأبراج ولكنك البرج السابع أو البرج الأخير في هذا الأمر. عامة أنا بتمنى كتير إني أكون في التوكم. دول كانوا أكتر 7 أبراج عندهم يعتبر الوضع المالي أفضل بكتير من غيرهم، لأن الأبراج الأخرى يكون عندهم مسؤوليات عديدة جدا، وده إحنا ممكن نبقى بنتكلم عنه في التوقعات الخاصة بيكم. بشكركم كتير، بتمنى جدا إني أكون في التوكم. ما تنسوش اللايك وشير والاشتراك في قناة وتفعيل الجرس. سلام.